في حديث القدسي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، النزول شيخ هنا كيف يكون؟ وهل الدعاء مستجاب إذا دعا الإنسان في الثلث الليل؟ نعم، صحة الأحاديث في أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله، وهو ليس كنزول المخلوق، وإنما هو نزول يليق بجلال الله عز وجل. ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأستجيب له؟ هل من داع فأستجيب له؟ يقول الله جل وعلا إذا نزل في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كل ليلة، وهذا من فضله سبحانه وتعالى على عباده. فهذا فيه فضل صلاة التهجد في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت النزول الإلهي، وفيه فضل الدعاء في هذا الوقت، فإنه حري أن يستجاب من الله سبحانه وتعالى. نعم.